عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. كابتن شريف، طبعا عايز استغل طبعا تواجد حضرتك معانا، وعايز اخد رايك في المدير الفني القادم لمنتخب مصر. وسمعنا العديد من الاسامي المرشحه لتدريب منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. شايف من وجهه نظرك ايه الافضل للمنتخب خلال الفتره القادمه؟ هل مدير فني من البدايه كده، مدير فني وطني ام اجنبي من وجهه نظرك؟ والله طبعا انا بفضل مدير فني اجنبي، وعدم التدخل بيه من اي حد بيبقى مصري مساعد ليه او اي حاجه. انا عايز الطقم كله يبقى اجنبي، يعني الطقم كله مصري، يعني ما يبقاش اللي هو الميكس ده اللي احنا بنشوفه ده، عشان لا تقدر تقول ان في زي اسامه نبيل كده من نادي الزمالك بيفضل لعيبه الزمالك ان هم يبقوا مشاركين وكوره الضوء، ولا تقول ان هو مدير فني الاهلي بيبص لعيبه الاهلي او بيفضل لعيبه الاهلي وعنده الافضليه، يقول لك اصل الاهلي بطل الدوري والاهلي احسن لعيبه عنده، وده ما حصلش حتى في الاختيارات اللي حصلت في كاس العالم. بالظبط. وحكايه غريبه جدا اللي احنا شفناهم لعيبه ما كانتش على المستوى. ففي الحته اللي انت بتتكلم فيها بقى، وجود مدرب او عدم وجود مدرب، انت بس عشان قربت بالنسبه للاشتراكات الافريقيه بالنسبه لبطوله افريقيا وحاجات كده، وانت تمام. مغلوب اول ماتش من تونس، فيعني عندك ماتشين هم اللي تقدر تحقق فيهم الاول والثاني، يعني اللي هو بياخدوا احسن توالد حاجه زي كده على ما اعتقد، يعني في الشكوك يعني. فانت دلوقتي مزنوق، بتتكلم عن بنجادة، بتتكلم عن اي حد، انت طول عمرك يا امير داخل في المستوى الثالث المدربين، يعني بتدور على مدرب اللي هو القيمه بتاعته الاسعار بتاعته ضعيفه اولا. لازم نغير الهدف خلال الفترة الجاية يا كابتن شريف. أعتقد ما نبصش للمستوى التالت، لازم نبص للمستوى الأول لو إحنا عايزين نقدم عروض كويسة خلال البطولات اللي نشارك فيها. أكيد. أنا والله يا أمير أتمنى المستوى التاني والمستوى الأول، واللعيبة كمان تبقى مستوى أول. طبعًا أكيد أكيد. هو مفيش مدرب ساحر هيجي على لعيبة زي اللي ما عندناش لعيبة يا أمير بيرقص واحد وبيعدي من الخطوط وبينقل الكرة الناحية التانية، وكان عندك اللعيبة ذو الشخصية وذو العلامات اللي هي تقدر تعمل لك مساحات في الملعب وتقدر تنقل الكوره، ما لقيناش في الاختيارات ولا لقيناها موجوده. وبص هقول لك على حاجه، البهجه والفرحه ان احنا كنا في كاس العالم الحقيقه، واديك شفت الكبار بيخرجوا، ميسي بيخرج ورونالدو هم مرشح يخرج دلوقتي، والمانيا صاحبه البطوله صاحبه الترشيح الاول خرجت، في حاجات مش بالحسابات. طب كابتن شريف، المدرسه اللي تفضلها، المدرسه الاجنبيه اللي تفضلها ان هي تقود المنتخب الوطني خلال الفتره الجايه، ممكن تكون مدرسه ايه؟ هل المدرسه الفرنسيه مثلا، واحنا شايفينهم بيتالقوا بصراحه المدربين الفرنسيين، ورينارد بالتحديد كمان مع منتخب المغربي عامل شغل عالي قوي. انا بحبه جدا الراجل ده، يعني طول عمري كنت عايزه يجي للنادي الاهلي، فاهمني؟ وهو المدرب يعني. انما انا عايز اقول لك على حاجه، انا دائما وابدا المدرسه الالمانيه صاحبه فعلا امكانيات عاليه جدا في لغه التدريب ولغه البطولات. دول عمرهم يعني بنخش على المدارس اللي هي اقوى مدارس بتحقق بطولات، عمرها ما بتخرج بره بؤره الضوء من البطولات واحراز البطولات، فعلى الاقل انت بتخش بقى عايز تبقى موجود في التصفيات. ولما بتعدي التصفيات خلاص انت بتبقى جوه البطوله، زي المره اللي فاتت وصلت نهائي. السنه اللي عايز اقول لك عليه، احنا بقينا فارق كبير قوي بيننا وبين افريقيا وبيننا وبين نيجيريا والكاميرون والسنغال، اديك شفته، وشمال افريقيا كمان بقى منظم عنك، واللعيبه بتاعته حاسين كده ان هم قريبين قوي من الغرب اكتر مننا من حيث اللغه ومن حيث كل شيء يعني، والاعدادات طبعا. فحيالله عندك كام لعيب متنطورين في العالم كله باستثناء محمد صلاح وتريزيجيه دلوقتي هم اللي عاملين الشكل. اكيد. انما لازم يحصل تطوير للعبه نفسها ووجهه نظر تاني خالص. سيب الناس يشتغل، مش نسيب الناس جايين نحاسبها ونتكلم في الفلوس والكلام من ده. اعتقد ان اي واحد يخاف، كل الناس معاها فلوس دلوقتي يا امير، مش جايين ورا الحته دي عشان يعيشوا منها يعني، فاهمني؟ اكيد. انما في الشهره والانجازات زي ما بيقولوا الوضع الاجتماعي نفسه والوضع الرياضي، انك انت تبقى مسؤول عن لعبه زي دي حاجه كبيره جدا يعني. بالظبط. وبتحقق ان انت بتخش كاس افريقيا وبتوصل للفاينل، وبتحقق انك انت تخش كاس عالم، فخلاص كوبر ده بره الحسابات. اكيد. عارف ان انت كنت مش هتطلع باي نتيجه من كاس العالم حتى لو طلعت دور ال 16، الا بس مباراه السعوديه اللي هي علامه استفهام بالنسبه لنا طبعا كبيره. اكيد يعني اكيد. مش دي الفرقه اللي تكسبك، ولا ده الشكل اللي تقدر تلعب بيه، انت ما بتخشش على لعيبه راجل هناك عليهم وتسيبهم يعملوا اي حاجه. فكان وضع
مبهم كده. اكيد نتمنى. اتفضل اتفضل. اخر حاجه عايز اقولها ان محمد صلاح احنا بندعمه، صلاح لسه صغير اكيد كمان جايه له، وهيبقى عنده شكل وكالتشر اقوى من كده واجريسيف عن كده، عشان هيواجه بعد كده فرق ثانيه. ودينا شفنا ميسي النهارده واقف بالظبط، ما كانش لي بيقسم على العيال في اسبانيا. هو رونالدو بقى له 8 9 سنين عمل كل السمعه دي. فمحمد صلاح كل ما هيتحط في بؤره لعيبه جنبه جامدين قوي بتشوفه في واجهه كبيره جدا. كابتن شريف عبد المنعم طبعا احد نجوم النادي الاهلي سابقين ومنتخب مصر.